تعال عليك الله اسمع كلامي كده بهداوة كده وبتركيز، ولومني على التفكير اللي انا وصلت له. لومني قول لي انت محبط، انت محبط، انت ما متفائل، انت خواف، انت مرجف، انت قول لي اللي انت عايز تقوله، لكن بعد ما تفهم كلامي نتفق على حاجة مهمة يا جماعة، انه الجيش السوداني جيش قوي وجيش قادر وجيش يعني كبير، عنده كمية كبيرة من الزاد البشري وعنده مستنفرين قاموا، وحاليا هم جاهزين بالآلاف، والواحد بيجي يصدق كلمة فك اللجام. ما كنا مصدقين إنه اللجام أصلا ممسوك، وكنا فاكرين إنه في حاجة اسمها خطة عسكرية ماشيين بيها الناس ديل عشان ما يصلوا لحاجة معينة، لكن الواحد بدأ يصدق فعلا انه اللجام ممسوك وانه في طابور في نص الجيش. احنا عانينا، الشعب السوداني عانى، الخرطوم عانت، الناس ما لاقي دواء ولا لاقي تاكل ولا لاقي تشرب ولا اي حاجة. كنا منتظرين الجيش السوداني يحسم التمرد في ظرف زمني معين، يعني اكثر المتشائمين ما كان بده الحرب دي اكثر من شهرين، لأنه أول حاجة دي ولاية الخرطوم، كلنا شفنا التهجير بتاع المواطنين من الأول، يعني الناس كلها طلعت، ما باقي إلا الناس اللي خلاص أصلا يأسانا من الحياة، إن متنا متنا وإن حيينا حيينا إحنا قاعدين في بيوتنا أو ما عندهم حاجة يطلعوا بيها يعني. حاليا الناس قاعدة، الماتوا ماتوا واللي تشردوا تشردوا والبيوت اتكسرت اتكسرت وكله حاصل. الجيش ليه ما داير ينظف؟ الجيش ليه ما داير ينتهي من الحرب دي؟ الجيش ما شغال في الشارع، في حاجة اسمها العمليات الخاصة شغالة في الشارع، وفعلا كل يوم بيفرقونا ب قبضوا جنجويدي دمروا كده، لكن ما في شيء عملي، بيدخلوا على المنطقة وبيطلعوا منها على طول، يعني تاني دعامة يجوا راجعين فيها. يبقى الجيش السوداني ما جادي، أنا ما عارف البرهان هو ما جادي ولا البرهان ما قاعد يسمع له تعليمات ولا ما في تعليمات قاعدة تصدر ولا الحكاية شنو. حاليا الصوت الواضح بيقولوا إنه الناس ديل طلعوا وبيتفاوضوا وحيصلوا للحاجات، يعني خلاص ما مشكلة. انا شخصيا بعدم تفاعلي ده بقيت انا معاهم، انا وانا مش ما براي في ناس كمية هتلقاهم بقوا معاهم، لانه الجيش ما قادر يعمل حاجة خلاص. طالما احنا غدرنا نعيش في حروب طوال كده طول عمرنا، تعالوا اقعدوا مع الناس اللي كتلونا واغتصبونا ديل، اقعدوا معاهم في ترابيزة واتفقوا، وخلوا الدعامة يجي يحكمونا ثاني، وكمان يجوا القحاطة يحكمونا، ونقعد شهر شهرين كده 3 شهور سنة نشوف لنا حرب تاني مدورة، ويبقى التمرد في مكانه وخلاص، يعني لأنه على الأقل الواحد حتى لو عاش في ظروف بتاعت زي الظروف الفاتت أحسن من الظروف دي، ظروف بتاعت إنك تخلي بيتك وتمرق، إنك تخلي حياتك، إنك تخلي شغلك، فالحاجة دي صعب علينا إحنا نقدر عليها. انا ما متفائل باي حاجه، وما شايف الجيش ممكن يحقق لي المطالب اللي انا جواي، ما شايف الحاجه دي. انتوا رايكم شنو وشايفين شنو؟ دي حاجه تاني، ممكن تقولوا علي اي حاجه، لكن ده الحاصل. انا ما بالمناسبه ما من المرجفين ولا من، لكن ما في الجيش، ما في، ما شغال، ممسوك لجامه فعلا، وده الحاصل يعني.